سفر، حياة حلوة، فلوس، ساعات، أوقات ممتعة، أصدقاء، سهرات، حياة صحية. حياتي مو حلوة. بس دقيقة، ما لازم تقارن حياتك بالسوشيال ميديا، لأنه اللي إحنا نشوفه يختلف عن الحقيقة والواقع. في هذه الأيام الكثير من الناس مركزين على حياة الأشخاص الآخرين في مواقع التواصل الاجتماعي. البعض يقارن حياته مع حياة الآخرين على الإنستغرام لأنهم يعتقدون أنها حقيقية وواقع. أنت ما لازم تقارن حياتك بحياة شخص آخر من خلال تطبيق، لأنه مو بالضرورة تكون حقيقية. اتيقن أن الناس اللي تشوفهم واللي تتابعهم هم فقط ينشرون أوقاتهم الجيدة وأوقات نجاحهم، وتأكد أنه لا يوجد شخص ينشر أوقاته الصعبة اللي كان فيها يبكي، اللي كان فيها مكتئب، اللي خسر سيارته، اللي خسر عمله، أو حتى اللي انفصلوا عن بعض. إحنا كبشر نمتلك أيام حلوة وأيام سيئة، وهذا شيء جدا طبيعي. حياة الأشخاص اللي تشوفهم هي نفس حياتك بالضبط، لكن أنت تشوف الجانب الجيد اللي هم ينشروه. اتوقف للحظة وعدد الأشياء الحلوة اللي في حياتك الواقعية، أصدقائك، عائلتك، وصحتك. لازم تعرف أنه لكل شخص في هاي الحياة حياة مختلفة، وأنك تقارن حياتك بحياة شخص آخر فهذا الشيء غلط. اتوقف عن مقارنة حبيبتك أو زوجتك بمودلز على السوشيال ميديا. اتوقف عن مقارنة سيارتك بالسيارات اللي تشوفها. اتوقف عن مقارنة بيتك بالبيوت الأخرى. توقفي عن مقارنة جسمك بأجسام بنات أخرى. اتوقفي عن مقارنة ملابسك. اتوقفي عن مقارنة حياتك في حياتهم. لما تقارن نفسك بالآخرين راح تنسى نفسك. أنت مو هذا أو هذا أو هذه. من الممكن أنك تتابعهم وتحبهم وتريد تصير مثلهم وتريد توصل في يوم من الأيام للي وصلوه، لكن الطريقة الوحيدة هي أنك تكون أنت نفسك. لا يوجد شخص يقيم حياتك، لا هذا الشخص، لا هذا المشهور، لا هذا الموقع، ولا هذا التطبيق. أنت تقيم حياتك بنفسك. الكثير من الناس يربطون ثقتهم بنفسهم وقيمتهم بالأشياء اللي يشوفوها على السوشيال ميديا، علامات زرقاء، لايكات، متابعين، صور سفر وثراء. الكثير من الناس يقيمون مدى نجاحهم في حياتهم بالمقارنة مع هذا وهذا. آمن أن المقاس الوحيد لنجاحك وجمال حياتك هو أنت نفسك فقط. أعلم أنه الصورة الحلوة اللي شفتها لذاك الشخص ممكن يكون أخذها 30 مرة واختار منها وعدل عليها وأنت شفتها. أعلم أنه هذا البيت لذاك الشخص ممكن يكون دين أو سهر الليالي حتى يشتغل ويوفره. أعلم أنه السيارة هذه ممكن تكون مستأجرة. أعلم أنه هالملابس وهالثراء ممكن يكون بعد تعب سنين. أعلم أنه أنت هو أنت، لا يوجد أي مقياس أو أي معيار يحدد هويتك أو حياتك. خليك إيجابي وكون أنت.